السلام عليكم، مرحبا بجميع زبناءنا الكرام مباشره من محلات اواني شعيب. كنديروا معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. عروض خياليه استثنائيه رائعه جدا اللي كتوصل حتى لاكثر من 70%. مرحبا بكم، المقله العجيبه كترجع لكم من جديد، واللي نورمالمون كنا داير ليها اكثر من نورمالمون الثمن ديالها كدير 6000 ريال. اواني شعيب كيرجع لكم من جديد وبثمن البروموسيون اللي هو 130 درهم، 2600 ريال فقط، ثمن خيالي جدا، 130 درهم، العدد محدود جدا. مرحبا بكم، المقله العجيبه ديال 300 درهم غتاخذوها فقط 130 درهم. كاين عندنا كذلك هذا البراد، هذا اللي قريبا غادي يتقادى، براد اينوكس اوريجينال كاليتي واعره اللي نورمالمون كيدير 120 درهم، 2400 ريال. اواني شعيب غيحسبوا لكم فقط ب 60 درهم، ركزوا معايا مزيان على 60 درهم. هاد الثمن هذا حصريا عند اواني شعيب. وكاين عندنا كذلك تبصيل النمره 40 اللي نورمالمون واحد كيدير 1200 ريال، تبصيل فيه 40 ديال لي سنتيم، واحد كيدير 1200 ريال. اواني شعيب غيبيع لكم جوج ب 1200 ريال، عوض ما تاخذوا واحد ب 60 درهم، اواني شعيب غيبيع لكم جوج طباصل النمره 40 ب 60 درهم. مرحبا. وكاين عندنا كذلك النمره 46 اللي نورمالمون واحد كيدير 70 درهم 80 درهم، حنا غنبيعوا لكم جوج طباصل ب 70 درهم، جوج طباصل النمره 46 ب 70 درهم فقط وحصريا. مرحبا بكم، رمضان على الابواب، كتحتاجوا بزاف الكيسان ديال العصير مع الكاس ديالهم. شوفوا معايا مزيان هذا الباك كامل اللي فيه 6 ديال الكيسان كبار مع كاس كبير ديالهم اللي تقريبا كيه 2 لتر، هذا الشيء كامل غتاخذوه فقط ب 50 درهم، 1000 ريال. يا سلام على الاثمنه الخياليه. جبنا لكم كذلك هذه البواطات، هادو هاد البواطات اللي مصنوعين، هذا ماشي بلاستيك، هذا نقدروا نقولوا ميلامين، انا غنسميه ميلامين كريستال، هذا غادي نسميه ميلامين كريستال. بواطات زوينين كيتسدوا من داك الشيء الرفيع، يعني كيتسدوا مزيان، كنبيعوا ثلاثه ب 60 درهم، الصغيره الموين والكبيره. كاين عندنا كذلك التبصيل هذا، رجع لكم من جديد، وغنبيعوا لكم اربعه ب 50 درهم، اربعه ب 50 درهم فقط. كاين عندنا كذلك هذه القطاره ديال القهوه النمره 6، الثمن ديالها 60 درهم فقط، عوض 80 درهم غتاخذوها فقط ب 60 درهم. كاين عندنا كذلك هذا الباك هذا ديال اللي كيه 6 العواشق كبار، 6 العواشق صغار، 6 الماس، 6 الفرشيطات، بريستيج واعر بزاف، الثمن ديالو فقط 70 درهم. كاين عندنا كذلك هذا البراد هذا ديال الزاج اللي بالصفاي ديالو، براد ديال الزاج بالصفاي كيتحط فوق البوطه، الثمن ديالو 50 درهم فقط. وكاين عندنا هذا الموديل هذا اللي قريبا غيتقادى، طالع اينوكس كامل، الثمن ديالو فقط 60 درهم. مرحبا. وكاين عندنا كذلك المولات ديال الزاج، راه رمضان على الابواب، لهذا كنصح كاع الزبناء ديالنا سارعوا محدد لي مول مازال فيهم لا بروموسيون. عندنا هاد المولات الدايرين على جوج كيديروا 60 درهم، الكبير واللي صغر منه 60 درهم، وعندنا هذا غارق عليه شويه كيدير 70 درهم، جوج ب 70 درهم، والمربعين كذلك المربع على جوج كيدير 60 درهم، وهذا الموديل هذا اللي فيه التويشيات من هنا كيديروا جوج ب 70 درهم. كاين عندنا كذلك اللعيبات ديال الخشب، الثمن ديالهم 40 درهم، 800 ريال، رائعه جدا. كاين عندنا كذلك هاد البواطات هادو اللي كنبيعوا لكم اربعه ديال البواطات فقط ب 1000 ريال، اربعه ديال البواطات ب 50 درهم. صراحه كاينه سلعه زوينه، كاينين ديال بروموسيون واعرين، كاينه اثمنه خياليه جدا. الباك راه مازال متوفر، باك كريستال اللي صراحه كيجيو عندنا الناس على قبل من المدن البعيده كياخذوا منه عدد كبير بزاف، بونبونيير وهاد التويشيه اللي معاها وهاد اللعيبه ديال بابي سيرفيت، هاد الشيء كامل ب 20 درهم، 20 درهم فقط، 800 ريال. كاين عندنا التويشيه واعره ديال الشميعه، الثمن ديالها 40 درهم فقط،
وكاين عندنا كذلك هاد المريشه الثمن ديالها 20 درهم. شوفوا معايا هاد المريشه شحال زوينه، الثمن ديالها 20 درهم فقط. كاين عندنا كذلك هاد الكاس هذا حتى هو فيه ثمن زوين عوض 2400، غتاخذوه ب 50 درهم، باكيه فيها 6 ب 50 درهم. كاين هاد اللعيبه ديال الامازيغ، هذا لوغو ديال الامازيغ، الثمن ديالها فقط 50 درهم. كاين عندنا بزاف ديال السلعه، بزاف ديال لي بروموسيون واعرين. شوفوا هاد الكوبا كي دايره فقط ب 50 درهم، كاينين دي بروموسيون زوينين. المقله العجيبه كترجع لكم من جديد، واللي نورمالمون كدير 300 درهم، حنا درنا لها فقط 130 درهم، 2600 ريال. عندنا كذلك هذا الباك ديال الالوان 60 درهم، مقراج الوان 60 درهم. كاين عندنا هاد اللعيبه ديال العطريه على جوج طبقات، الثمن ديالها 60 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الكاس الرائع، باكيه فيها 12 فقط ب 60 درهم. بزاف الناس كيسولونا على الكري، حتى هو الثمن ديالو فقط 60 درهم. أرا خويا نشوفوا الجديد، أرا نشوفوا الجديد، اللعيبه ديال الشباكيه كترجع لكم من جديد. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. غنحاول ندور معاكم على جميع العروض اللي عندنا، وغادي نعطيكم الاثمنه كامله. هاد اللعيبه ديال الخشب راه كذلك متوفرين عند اوانش وعيب مدينه المحمديه، الثمن ديالهم 60 درهم 1200 ريال، رائعه، قريبا غيتقاداو. هادو راه غير بروموسيون، هادي راه كدير 90 100 درهم، حنا دايرين لها 60 درهم وعلى 3 دايرين لها 80 درهم وعلى 4 دايرين لها 90 درهم وعلى 5 على 6 اللي كدير 180 درهم، حنا دايرين لها غير 120 درهم. عدد كبير ديال الناس في هاد اللحظات كيلتحقوا بنا مباشرة في هاد اللايف هذا على هاد البث المباشر. انتم الآن مباشرة عبر صفحة أواني شعيب على الفيسبوك، عروض خيالية جدا. غدا الجمعة والسبت والأحد مرحبا بكم في المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، في القريعة، في المحمدية، في الحي المحمدي، وكذلك في المدينة. المحل ديالنا اللي في المحمدية، غتعطيوني دقيقة نعت لكم المحل ديالنا اللي في المحمدية باش الناس اللي غيشوفوا اللايف أول مرة يعرفوا المحل ديالنا فين كاين، ونرجعوا معاكم. أواني شعيب مدينة المحمدية، المحل ديالنا جا في الجوطية، هذه هي الجوطية ديال المحمدية كيف كتشوفوا. إلا بغيتوا تجيو عند أواني شعيب مدينة المحمدية، سولوا على الجوطية اللي هي هذه، حنا اونفاس مع التيلي بوتيك عيشة. هاد البلاصة هادي سميتها التيلي بوتيك عيشة، راها معروفة على صعيد مدينة المحمدية. اللي قلتو لي التيلي بوتيك عيشة في المحمدية غيجيبكم هنا، حنا اونفاس معاه، هاهو المحل ديالنا. أو سولوا على مسجد مالي، هاهو كيبان من هنا، أنا غنزومي عليه. هذا هو جامع مالي، كدوروا مع هاد الشارع هذا اللي سميتو كاستور، كتلقاو المحل ديالنا هو هذا. مرحبا بكم، أواني شعيب مدينة المحمدية، سولوا على تيلي بوتيك عيشة، توصلوا لتيلي بوتيك عيشة، حنا أونفاس معاه. مرحبا بكم، ونرجعوا معاكم لا بروموسيون اللي عندنا. كاين عندنا كذلك المحل ديالنا في البرنوصي، في القريعة، في المحمدية، وكذلك في جميع أنحاء مدينة الدار البيضاء. نرجعوا معاكم الصوت ديالنا. كاين عندنا هاد اللعيبات هادو زاجيين، الثمن ديالهم 50 درهم، 1000 ريال، رائعة جدا، 50 درهم، بريستيج. كاين عندنا الطبيصلات هادو اللي العدد محدود جدا، هادو مابقاوش عندنا فيهم بزاف، الوغ 10 ديال الناس اللي غاديين يجيو غدا هما الاولين لمدينة المحمدية، هما اللي غاديين يقدروا يستافدوا من هاد لابروموسيون ديال هاد التبصيل هذا، 3 ب 1000 ريال، هاد التبصيل هذا بالضبط. اللي ما لقاش ما يتقلقش منا، لان فريمون جبنا فيه عدد كبير بزاف، ولكن اليوم جاو الناس بشكل خيالي، خداو لانه فريمون رخيص وفيه ثمن واعر، وجاو الناس وخداو، اذا ما بقاش 3 ب 50 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الكوبا هادي مازال متوفره عندنا، مازال ديسبونيبل، الثمن ديالها 50 درهم. كاين عندنا التبصيل الكبير هذا بالقبيطات ديالو دي بريستيج، حتى هو الثمن ديالو 50 درهم فقط. كاين عندنا كذلك، نرجعوا لهاد المقله اللي كتعتبر لا توندونس او تريند ديال اواني شعيب، الثمن ديالها ماشي 300 درهم،
الثمن ديالها فقط 130 درهم 2600 درهم. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. ما تنساوش تعطيونا بزاف ديال القلوبه اللي طلع لي هذا اللايف هذا، يدير قلب 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 في هذا اللايف هذا او لايك، وما تنساوش بارطاجيو اللايف. بغينا كل شيء يبارطاجي هذا اللايف هذا باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس، باش بزاف ديال الناس حتى هما يجيو يستافدوا من هاد لا بروموسيون ديال اواني شعيب. كاين عندنا هاد البراد هذا، اسمح لي عفاك بطل، جبد لي عفاك واحد لافيش هنا فيها لا ولا صافي صافي. كاين عندنا هاد الباك هذا كيف كتشوفوا، باك راه قرب يتقادى، فيه فراق على جوج طبقات، فيه سته ديال الجبابن، وفيه هاد الكوبا بالرجيله، وفيه كذلك تفصيل كبير مع سته ديال التباصل ديالو. الثمن ديالو فقط 240 درهم، راه قريبا غيتقادى، لهذا غادي نقول لكم سارعوا باش تستافدوا من هاد لا بروموسيون ديال هاد لو باك. ونصيحه اللي غادي نقول لكم، حنا الاغلبيه ديال السلعه اللي عندنا، ركزوا معايا مزيان شنو غنقول لكم. النصيحه اللي غادي نعطي لجميع الزبناء ديالنا، كنبارطاجيو معكم حتى الاسرار ديال الخدمه، مرحبا لجميع الزبناء ديالنا. السلعه راه تزادت بشكل كبير بزاف في دوله تركيا، حنا الاغلبيه ديال السلعه اللي كناخذوا من تركيا. الوغ السلعه تزادت بشكل كبير في البلاصه منين كنجيبوها. الى اذا غادي ننصح جميع الزبناء ديالنا اللي بغى يستافد من لي بروموسيون، اللي بغى يستافد من لو سولد، راه جايه زياده صاروخيه في الاواني المنزليه، جايه زياده صاروخيه في الاواني المنزليه. حنا كاواني شعيب راه غنديروا كل ما بجهدنا باش غادي نبقاو مستمرين في هذا السولد، وباش غنبقاو مستمرين في هذا الثمن، وباش غنبقاو مستمرين في هذه الرخاء. ولكن بعض المرات راه كاينين دي زارتيكل اللي كيتفوت الطاقه ديالنا والجهد ديالنا فيها، لهذا غادي ننصح جميع الزبناء ديالنا باش انهم يجيو يستافدوا من لا بروموسيون، لان الزياده جايه. غنصحكم باش انكم تجيو تستافدوا من السولد اللي كاين دابا، راه مازال الهمزه، مازال الهوته، مازال لا بروموسيون، مازال الرخاء. ننصحكم انكم ما تزقلوش. مرحبا بكم. كاين عندنا كذلك هذا الكاز ديال الريشه اللي فيه ثمن زوين، الثمن ديالو فقط 1200 ريال 60 درهم. كنقول شكرا بزاف للناس اللي كيديروا في هذه اللحظات لايك، كنشكر بزاف الناس اللي كيبارطاجيو اللايف ديالنا. وكنذكر ان هاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا دابا راها متوفره في جميع محلات اواني شعيب. المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، المحل اللي بغى يستافد من هاد لا بروموسيون، اواني شعيب البرنوصي، المحل ديالنا راه ملاصق مع استوديو ياسين ومقابل مع الحيط اللوراني ديال اعداديه الطريق. المحل ديالنا في المحمديه جا في الجوطيه قرب مسجد مالي ومقابل مع تيلي بوتيك عيشه. المحل ديالنا في القريعه قرب الرومبو ديال مالي البونج او دولي دول. المحل ديالنا جا ما بين مصرف المغرب وقهوه لو بولفار. المحل ديالنا في المدينه جا قريب شويه الكره الارضيه ومقابلين مع اوتيل المامون او سينما لوتيسيا. المحل ديالنا في الحي المحمدي جينا في الطلعه ديال القيصريه مقابلين مع جامع بن القاضي او جامع الكدية. مرحبا بكم، مرحبا بكاع الزبناء ديالنا، باش انكم تجيو غدا الجمعه كنحلوا من 10 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، باش تجيو تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب، خصوصا غدا الجمعه والسبت والاحد. شعيب عافاك، كلشي كيسول على الوراقه ديال الشباكيه، كلشي كيسول على الثمن ديال الوراقه ديال الشباكيه. انا غادي نعطيكم الثمن ديالها وغادي نعطيكم لا بروموسيون ديالها بعد قليل. جبد لي اخويا الوراقه، جبنا اليوم لا مارك تاتش، جبنا اليوم لا مارك اوريجينال، هادشي اللي خصهم يعرفوا الناس، لان فيها لا ميتاسيون فيها الميتاسيون ديالها اللي كيديروا 3600 3000 ريال. حنا جبنا اليوم لا مارك تاتش، كاليتي زوينه، مره غنجيبوا لهم تاتش، مره غنجيبوا لهم لا مارك بولومي. الثمن ديال اللي نورمالمون كدير 350 درهم، اواني شعيب غيحسب لهم 150 درهم، 3000 ريال الوراقه ديال الشباكيه 150 درهم فقط. مرحبا.
فهاد اللحظات بزاف الناس كيعطيونا لايك، شكرا لكم على القلوبه اللي كتخليو لينا. ما تنساوش تكتبوا لينا معنا الناس ديال العيون، معنا الناس ديال سلا، معنا الناس ديال الرباط، الناس ديال الدار البيضاء، راكم ناعسين. يلا الاخوان كيف دائما كنبغيو نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. ركزوا معايا مزيان، اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في هذا اللايف، اكتبوا لنا في لي كومونتير شكون هي المدينه اللي متواجده معنا. دائما كتغلبكم الدار البيضاء، ديما الدار البيضاء كتكون متواجده بقوه. بغينا المدن الاخرين يفيقوا معنا، اكتبوا لنا في لي كومونتير فين كتسكنوا. اي واحد كيشوف هذا اللايف، 3200 واحد كيشوف اللايف، بغينا 3000 كومونتير، 3000 واحد كتب لينا المدينه اللي كتسكنوا فيها. كتبوا لينا في لي كومونتير منين كتشوفوا هذا اللايف باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. مرحبا بكم، نكملوا معكم لا بروموسيون ديالنا، وفي نفس الوقت راه كنقرا التعاليق ديالكم كاملين. عندنا هاد الكيسان هادو اللي مع الاسف بداو كيتقاداو او قربوا يتقاداو لينا مع الاسف، الثمن ديالهم 70 درهم، ولكن كنوعدوكم اننا غنعاودو نجيبوهم لكم. كيسان نسميهم كيسان عافيه، الثمن ديالهم 70 درهم. كاين عندنا هذا الموديل ديال البلار، حتى هما كيجيو واعرين في الحطه ديال الكاس، الثمن ديالهم 70 درهم. باكيه فيها 12 ب 1400 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا، باكيه فيها 12 ب 70 درهم، هادشي راه ما كيتقشرش. او ما عرفتش علاش كيعجبوني هاد الكيسان، رائعين. الثمن ديالهم حتى هما 70 درهم، 1400 ريال. وكاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا، حتى هو الثمن ديالو 70 درهم، 1400 ريال، باكيه فيها 12. ناديه من المحمديه، امال من كازا، نهاد من صويره، حوريه من كازا، ام سفيان من طنجه، ايمان من كازا. مرحبا مرحبا، حتى نتوما كتبوا لنا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها ونكملوا معاكم لا بروموسيون. ثلاثه ديال البواطات ب 1200 ريال، اربعه ديال الطباسل ب 50 درهم، قطاره ديال القهوه النمره 6 ب 60 درهم، باك ديال العواشق بريستيج 70 درهم، مقراج زاج كيتحط فوق البوطه بالصفايه ديالو ماشي 120 درهم غير 60 درهم. كاين عندنا هذا الموديل هذا توا بالصفايه ديالو فقط 60 درهم. الترموس ديال الماكله ديال 2400 غتاخذوها ب 60 درهم، 1200 ريال 60 درهم، واللي كبر منها شويه 70 درهم. الترموس اينوكس من برا ومن الداخل، اينوكس من برا ومن الداخل في زواقه واعره فقط ب 60 درهم. كاين عندنا كذلك هاد المول على جوج ديال الزاج 60 درهم، وهاد الموديل المربع حتى هو على جوج 60 درهم، وكاين عندنا هاد الموديل 70 درهم على جوج، وكاين عندنا كذلك هاد الموديل هذا على جوج حتى هو 70 درهم. براد ديال 2600 غتاخذو حصريا عند اواني شعيب ب 60 درهم، وهذا اللي كبر منه شويه فيه اترو فاصيله جوج 80 درهم. عندنا هاد المقله هادي غنبيعو لكم جوج مقلات عوض وحده ب 80 درهم، غتاخذوا جوج ب 80 درهم. عندنا هاد اللعيبه الخشبيه الثمن ديالها فقط 40 درهم، وعلى ثلاثة 70 درهم. كاين عندنا هاد القراعي غنبيعو لكم ربعه ب 1000 ريال، رمضان قريب سارعوا قبل الانتهاء. لي بونبونيغ ربعه ب 50 درهم. عندنا هاد اللعيبات هادو بالبواطه ديالهم كيتسدو مزيان، اربعه ب 50 درهم. عندنا هاد الكيسان هادو اربعه ب 50 درهم، وعندنا هاد الموديل هادو كذلك اربعه ب 60 درهم. عندنا هاد الباك ديال الكاس، سته ديال الكيسان مع كاس ديالهم كبير ب 50 درهم، عوض ما تاخذوا غير الكيسان بوحدهم ب 50 درهم، ولا تاخذوا هاد الكاس هذا ب 40 درهم ولا 35 درهم، غتاخذوا هادشي كامل ب 50 درهم. طرسين نمره 40، ركزوا معايا مزيان، 40 سنتيم، واحد كيدير 60 درهم،
اواني شويه يبغي يبيع لكم جوج ب60 درهم. ما تنساوش الاخوان بغينا لو ماكسيموم ديال لو بارطاج، بغينا اكبر عدد ديال البارطاج، بارطاجيو هاد اللايف لان دائما تنقول لكم الدعم ديالكم لاواني شعيب هو لو بارطاج اللي كتخليو لينا. بغينا اي واحد كيشوف هاد اللايف هذا يعطينا قلب قلب في هاد اللايف هذا، واهم حاجه اهم حاجه هو لو بارطاج. ما شاء الله 4000 واحد كتشوف اللايف هاد اللحظات، عدد قياسي جدا رغم انها تبارك الله 12 ديال الليل دابا، ولكن عدد خيالي جدا ديال الناس كيسهروا معنا في هاد اللحظات. اللهم بارك، ما تنساوش تعطيونا لايك هنا لايك ولا قلب، وما تنساوش بارطاجيو اللايف، بارطاج اكريغ اون بيبليكاسيون اي بيبلي، بارطاج اكريغ اون بيبليكاسيون بيبلي. واللي عنده تليفونه بالعربيه يكتب لينا يكتب لي هنا مشاركه، من بعد مشاركه كليكي على نشر. معنا الناس ديال هولندا، الناس ديال ستات، فاس، المحمدية، الناظور، يا سلام الجبهة. تنتوما كتبوا لينا في التعاليق فين كتسكنوا، المدينة اللي كتسكنوا باش نعرفوا أكبر مدينة متواجدة معنا بقوة. وما تنساوش لو بارطاج، لأن لو بارطاج ديالكم هو اللي خلانا نبيعوا لكم طرسين نمرة 46 واللي كيدير 80 درهم الواحد، حنا غنبيعوا لكم جوج ب70 درهم. لو بارطاج ديالكم، مرحبا، البارطاج ديالكم هو اللي خلانا نعطيكم هاد البراد ديال 120 درهم ب60 درهم فقط، 1200 ريال، كلشي بارطاجي اللايف. لو بارطاج ديالكم هو اللي خلانا نبيعوا لكم هاد القصريه الرائعه ب50 درهم فقط، كلشي بارطاجي هاد اللايف. لو بارطاج ديالكم هو اللي خلانا نبيعوا لكم هاد الطبسيل بريستيج 3 ب50 درهم، كلشي بارطاجي هاد اللايف. لو بارطاج ديالكم فهاد اللحظات عدد كبير ديال الناس كتبارطاجي اللايف، يا سلام، الالاف ديال الناس، المئات ديال الناس في مختلف المدن المغربيه والعالم، المغاربه كيدعموا اللايفات ديال اواني شعيب، لاننا كنجيبوا لهم الهمزه لو بريستيج بثمن زوين، سولد لا بروموسيون والاثمنه الخياليه. التشجيع ديالهم هو اللي كيخلينا نبيعوا لهم لا بروموسيون والسولد، كلشي دعم هذا اللايف، بغينا لو ماكسيمو ديال لو بارطاج، كلشي بارطاجي اللايف، كلشي يبارطاجي لايف. ما كاين حتى شي مشكل في اللايف، ياك كتبوا لي في التعاليق واش ما كاين حتى شي مشكل عافاكم في اللايف، اللايف طالع مزيان. لو بارطاج ديالكم هو اللي خلانا نبيعوا لكم هذه المقله ب 130 درهم، وديسيني مات ان ايطالي اوريجينال 200 درهم. هذه راه نفس لا كاليتي نفس لا مارك، غير هذه كبر من هذه شويه، 130 درهم 200 درهم. هاد البلاطو هذا قريبا غيتقادى الناس ديال الرباط، ياك فينكم الناس ديال الرباط؟ الناس ديال الرباط وسلا بلاطو 60 درهم 1200 ريال 60 درهم فقط. شوفوا البلاطو كيفاش داير سيداتي ساداتي الافاضل انساتي الافاضل، الثمن ديالو فقط 1200 ريال، وهذا اللي كبر منه شويه الثمن ديالو فقط 70 درهم، ثمن خيالي جدا. وكاين عندنا الدراب هذا لا مارك تاتش، الدراب لا مارك تاتش، رمضان قريب، جيو استافدوا من هذه الهمزه ديال هذا الدراب هذا فقط ب 60 درهم 1200 ريال. ركزوا معايا مزيان، بغينا محل في الرياض ولا سلا، مرحبا، جيب لينا الجديد للمدينه. كاين عندنا الجديد في جميع محلات اواني شعيب، مرحبا بكم. إلا دخلتوا لاباج ديالنا هي هادي أواني شعيب البرنوصي، أواني شعيب البرنوصي، غتلقاو واحد لا فيديو حاطينه هو الأولاني. هاد الفيديو هذا راه عاطينكم لوكاليزاسيون والنعت ديال المحلات ديالنا كاملين. كاين مشكل في اللايف لأن الناس كيدخلوا بشكل كبير وكيخرجوا بشكل كبير. شوفوا لي عفاكم، مرة كتبان ليا 4000، اللايف طالع مزيان، كنتمنى كتبوا لي واش اللايف طالع مزيان ولا لا. كيف كتشوفوا الفيديو هو هذا، هذا هو الفيديو هنا المحل ديال اواني شعيب البرنوصي، مرحبا بكم. هنا سوق طارق كتخليو عليه يديكم اليمن، كتمشيو نيشان حتى الفيروج كتلقاو
يطلع لي واحد الكومونتير ديال واحد الجروب بكم. مهم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا، عافاكم ندير سيلونس لواحد الجروب ونرجع معكم. كيف كتشوفوا غتبقاو معايا عافاكم نعت، غير الناس اللي كيشوفوا اللايف اول مره غتعطيوني دقيقه ولا دقيقه ونص فقط، نعت غير المحلات ديالنا فين كاينين، وغنرجع معكم باش نعطيكم واحد لا بروموسيون زوينه جبناها لكم والجديد اللي عندنا. نبداو من نبداو من البرنوصي، هذا هو اواني شعيب البرنوصي. هنا كاين جامع طارق على يديكم اليمين، كتمشيو نيشان من ورا جامع طارق كتلقاو الفيروج، شوفوا الفيروج، كدوروا على اليمين كتلقاو السوق النموذجي، كتلقاو السوق النموذجي، كتطلعوا نيشان حتى الفيروج كتلقاو المحل ديالنا على يديكم اليسر، ملاصق مع استوديو ياسين ومقابل مع الدار اللوراني ديال الاعداد ديال طارق، راه هو المحل الدار الثالثه. غندوزو دابا للمدينه، هنا كاينه جرده الحمام، هنا كاين بنك المغرب، هنا بريد المغرب، بريد المغرب الزنقه الاولى على اليسار كتدخلوا معاك كتلقاو المحل. غنمشيو دابا جيت برنس، غنعدكم المحل من جيت برنس، هنا قهوه لا شوب، هنا اوتيل المامون، حنا جينا في الزنقه شتوا، ها هو المحل كيبان من هنايا. مرحبا، هنايا كاين اوتيل، هنا كاين ايدن ايس، هنا اوتيل حياه ريجينسي، كاين هنا ساحه الامم المتحده، ها المحل في الزنقه. هنا دابا برنس، شوفوا برنس، ها اوتيل المامون، المحل جا في الزنقه، راه هو المحل، بحال غادي نخارجي لقهوه البا شتوه. غندوزو دابا للحي المحمدي، كتخليو القيصريه على يديكم اليسر، شوفوا معايا مزيان، ها هي القيصريه، كتطلعوا مع السكه ديال التراموي بحال غادي طالعين لشارع الحزام الكبير، كتلقاو على اليمين واليسار ديالكم المحطات ديال الطاكسيات، السكه ديال التراموي كتخليوها على يدكم اليسر، كتطلعوا نيشان بحال غادي للحزام الكبير، كتلقاو المحل على يدكم اليمين مقابل مع جامع الكوديه او صالون زينب القديم. ننتقلوا دابا للقريعه، هذه هي الرومبو ديال مالي البونج، شفتوها مزيان الرومبو ديال مالي البونج، كاينه الشارع هذا اللي سميتو شارع بشعيب الدكالي، شوفوا مزيان شارع بشعيب الدكالي اللي غادي جامع السنه، المحل تحت من الدار الحمراء، تحت من هاد القهوة، حدا قهوة لو بولفار، قهوة لو بولفار، قهوة لو بولفار، المحل جا فهاد ليسباس هاهو، شتوه. أواني شعيب، غننتقلو دابا لمدينة المحمدية، هذا هو جامع مالي، جامع مالي هو هذا، كدخلوا مع هاد الشارع هذا اللي في أنا دابا راه في المحمدية، أواني شعيب، هذا صيدلية الشباب، هذا هو الشارع. حنا مقابلين مع تيلي بوتيك عيشه، هاد الدار هادي اللي كتشوفوا نتوما دابا هي هادي، هاي هي هادي، اواني شعيب مدينه المحمديه. مرحبا بالناس ديال الرباط، قنيطره، سلا بن سليمان، الناس ديال المحمديه، جيو غدا عند اواني شعيب مدينه المحمديه، سولوا على تيلي بوتيك عيشه، حنا اونفاس معاه، سهله. ولو وصلتوا الجوطيه سولوا على اواني شعيب، غيقول لكم جيو نيشان حتى لهنا، راه كنحلوا من 10 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل يوميا، فقط نهار الجمعه كنسدوا فوقيته ديال الصلاه الجمعه، يعني كنسدوا تقريبا من الوحده ونص لجوج ونص، السويعه ديال الجمعه كنكونوا سادين فيها من الوحده ونص لجوج ونص يوم الجمعه، الايام الاخرى كنحلوا من 10 الصباح ل 9 ديال الليل. مرحبا بكم، كاينين ديال بروموسيون زوينين، نعاود نرجع معاكم للثمانات ديالنا، كاين عندنا بانيني، بانيني كبيرة اللي كتهز جوج ساندويشات كبار ولا ثلاثة ديال لي ساندويش صغار، الثمن ديالها فقط 190 درهم، واللي فوق ديالها اينوكس كدير 200 درهم، واللي غرانيت من الداخل واينوكس من برا كدير 220 درهم، كاين عندنا هاشوار جوج يترو كدير الثمن ديالها فقط 160 درهم، 3200، كاين عندنا هاد البراد هذا الثمن ديالو فقط 60 درهم، 1200 دريال، كاين عندنا هاد اللعيبه ديال الزياته بالسيبوره ديالها، الثمن ديالها 60 درهم، كاين عندنا كذلك السيبوره بالزياته في الجناب بهاد القراعي اللي هنا، الثمن ديالها 60 درهم، 1200، عندنا هادي
الثمن ديالها 70 درهم. هاد السلعه اللي كتشوفوا دابا راه متوفره في جميع محلات اواني شعيب. المحلات ديال اواني شعيب كاملين فيهم هاد لا بروموسيون باك شعيب، مازال متوفر الثمن ديالو 220 درهم 240 درهم 4800 ريال. كاين عندنا هاد العيبات ديال الخشب كذلك، كاين هادو 60 درهم على 3، 80 درهم على 4، 90 درهم وعلى 6، 120 درهم. هاد العيبات ديال الخشب هادو راه العدد محدود جدا اللي بقى عندنا، ما بقاوش، قريبا غيتقاداو، لهذا غنقول لكم سارعوا قبل الانتهاء. كاين عندنا هاد الكاس هذا الثمن ديالو فقط 50 درهم، وعندنا هذا حتى هو 50 درهم، وعندنا هاد الخميسه 50 درهم. اليوم غادي ناخذ الراي ديالكم وغتقولوا لي شكون هو احسن موديل عجبكم في هاد الكاس. هذا غنسميه رقم واحد، وهذا غنسميه رقم جوج، وهذا غادي نسميه رقم ثلاثه. يلا كلشي شارك معنا في هاد الاحصاء هذا، واش هذا رقم واحد ولا هادو رقم جوج ولا هادو رقم ثلاثة؟ غادي نقرا التعليق ديالكم. واحد السيده قالت لهم واش بصح الطراب ب 60 درهم، جات وحده في كومونتير تقول لها اه بصح ب 60 درهم. نعم الدراب ديال طاتش انه حقيقه ب 60 درهم وليس خيال. بزاف الناس كيعيطوا لينا في التليفون تقولوا لينا واش هادشي بصح، الناس فريمو مساكين وحق الله العظيم اللي كيعيطوا لينا الناس تقولنا واش هاد الاثمنه بصح، والله العظيم الى حقيقه، والله ثم والله الى هادشي حقيقه وليس خيال. مرحبا. كتبوا لينا عفاكم في التعاليق شكون اللي عجبكم. هذا غنسميو رقم واحد، وهذا رقم جوج، وهذا رقم ثلاثة، ولا ما عجبكمش واحد فيهم كتبوا رقم أربعة. شوفوا معايا هاد باك كريستال الثمن ديالو 20 درهم، كاين عندنا هاد الموديل هذا الثمن ديالو 40 درهم، وكاين عندنا هاد الموديل هذا الثمن ديالو 20 درهم. شي حاجة ما بينتهاش، بزاف ديال اللعيبات صراحة ما قدرتش نبينهم. عندنا كوكوطات، عندنا برامي، عندنا كيسان، عندنا المقاراج، عندنا البراريد، عندنا البلاطوات. انا نصيحه اللي غادي نعطي لكاع الزبناء، اي واحد مقبل على الزواج، اي واحد يلاه شرى الكوزينه، اي واحد بغى يبدل الكوزينه، جيو عند اوان. كتضحك عليا اللي شرى الكوزينه وليد، لا ليفريزون، الناس ديال خارج الدار البيضاء كيسولوا على لا ليفريزون، الناس ديال لا ليفريزون خارج مدينه الدار البيضاء، الناس ديال التوصيل خارج مدينه الدار البيضاء، تواصلوا مع وليد غادي توصلكم السلعه حتى لباب الدار. غيتواصلوا مع وليد على 06 94 94 42 4. غلطنا في شي حاجه؟ الله يرضي عليك يا وليد. هادي النمره من هادي بديت كنقولها وهي تسرى معاك. عطوني نمرة وليد عفاكم لنديروا شي فضيحه. مرحبا بكم، صراحه كلشي كيحمق، بزاف الناس اختاروا رقم واحد. مرحبا بكم. اجي بغيت نسولكم، انت شوفوا بغيت نسولكم، هاد المراية الشهادي كنبيعوها ب 20 درهم، ركزوا معايا مزيان ياك، وهاد الباك هذا ديال الكريستال كنبيعوه ب 20 درهم، وهاد الشميعة كنبيعوها ب 40 درهم. شكون هي اكثر حاجة تبغي تشريها؟ واش تبغي تشري هادي ب 20 درهم غنسميوها رقم واحد، ولا هادي ب 40 درهم غنسميو رقم جوج، ولا هاد لو باك 20 درهم غنسميو رقم ثلاثة؟ يلا شاركوا معنا في التعاليق، لانني دائما كنقول لكم التعاليق ديالكم كناخذوا بعين الاعتبار ديالها وكنشتغلوا عليها. وليد تواصل لي اخويا مع الناس بقياده منعم ياك، دابا هو استاذ ديالك في هاد لا ليفريزون. منو تعلمتي زعما؟ تحياتي سي زهير، انت مخابرات. تواصلوا مع والد على 06، عافاكم بغيت كلشي يكتب لي نمرة والد في لي كومونتير، 06 97 34 42 34، كتبوا لي نمرة والد
في التعاليق 06 97 94 42 34. كلشي كتب نمره وليد عاونونا شكرا. تقدينا مع عندكم تحيه المنعم نعمل استقبال هذه سميتها ام محمد. 06 97 94 42 34. مرحبا. كاين عندنا كذلك هاد الكيسان، هادو كيسان ديال الاستعمال اليومي، الثمن ديالهم نورمال مبكيه كدير 700 دريال فيها 6. اشوف اخويا ولكن اخويا وليد خصك تجاوب هاد الناس كاملين الليل، كنت نجاوب كلشي كتجاوب وكلشي كتعطي لا كوموند ديالهم وكنا نصيفط. اخويا جاوب لهاد الناس كاملين اللهم بارك. كيفاش كندير لي ايبينغري كيبقى الفوق ياك؟ نقي هاد اللعيبه، هادي مهمه نقولوها الناس. بالنسبه لداخل مدينه الدار البيضاء، داخل الدار البيضاء حتى كتوصلك السلعه عاده باش كتخلص. بالنسبه لخارج مدينه الدار البيضاء حتى كنجمعوا لك لا كوموند وكنعطوك التوتال، كتصيفط لينا الفلوس في الحساب البنكي اللي غادي يعطيك وليد عاده باش كنصيفطوا لك السلعه. الله يرضي عليكم. اي واحد عنده شي كوموند فيها 500 ولا 600 ولا 700 درهم، لنفترض اسيدي انت درتي لا كوموند ديال هادي وهادي وهادي وهادي، الا شي بياسه ما بقيتش راه خصك تعوضها بحاجه اخرى. ما خصكمش عافاكم تقلقوا منا، لان بزاف الناس كيعطيو لا كوموند ديالهم كاينه شي حاجه اللي كتقادة من المحل. انا سيدي بينت هادو اليوم، غدا ما بقاوش في المحل، راه ما يمكنش ما عندناش من غنجيبوهم لكم. لهذا الكوميرسيال ديالنا كيقول لك هادي لا فالور ديالها 50 درهم، عوضها بشي حاجه ب 50 درهم ولا كيصيفط لك فلوسك. ما كتلقاوش معنا غرام ديال المشكل. اذا اي حاجه ما بقاتش تعاونوا معنا ويعوضوها لكم بارتيكل اخر. تبارك الله المحل راه فيه الالاف ديال لي زارتيكل، زعما ما غتوحلوش في بياسه ولا جوج. عافاكم هاد النقطه مهمه جدا، هي اللي كنلقاو فيها المشكل وكتعطلنا في لي كوموند مع الناس. الله يرضي عليكم، عافاكم هاد النقطة، تعاونوا معنا فيها. بياسة ما بقاتش عوضوها ببياسة أخرى. تقديت سيدي هاد الزواقة ما بقاتش يعطيك زواقة أخرى. تقديت سيدي هاد الفراقة ما بقاتش كدير 60 درهم، قول أخويا أعطيني كيسان ديال الريشة ب 60 درهم. منى منى كتقول منعم الزوين، فاطمة كتقول وليد. واحد السيده كتقول واحد الكومونتير زوين، كتقول ان هادشي ديال 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 البريستيج ديال الذهبي كيقدر يبيض. انا راه دائما في لي لايف كنقولها، هاد الاواني ديال البريستيج راه كتبغي الاحتفاظ، راه نقطه مهمه. بشي هاد البلاطو هذا والله العظيم يلحل عندنا في الدار فحالو، راه هادشي اللي كنوريكم ديال البريستيج كناخذو حتى لينا حنا لدارنا والعائله ديالنا ولصحابنا وحبابنا. هاد البلاطو هذا ما خصوش يتغسل، الا تغسل سي نورمال غيتبدل ليه اللون ديالو. هاد البلاطو هذا لا ساليت منه نمسحو ونرجعو في الكرطونه ديالو. راه دائما تنقولوها، هاد الاواني ديال البريستيج كيبغيو الاحتفاظ. مرحبا. كاين عندنا هاد الكيسان هادو باكيه كدير 1000 ريال، حنا غنبيع لكم جوج باكيات ب 1000 ريال. هادو باكيه كدير 700 ريال، حنا غنبيع لكم ثلاثة ديال الباكيات ب 1000 ريال. هاد الموديل باكيه فيها 6 فقط ب 35 درهم. هذا كذلك باكيه فيها 6 فقط ب 35 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الموديل ديال الرجيله. هادي السفر ديال تي بريستيج. ولد بريستيج. غادا اصورتي مع ما عندي البريستيج. كنضحكوا. كيف قلنا لكم كاين عندنا كذلك هذا الكاس، هذا هو رائع جدا، الثمن ديالو فقط 35 درهم، 700 ريال، باكيه فيها 6. عندنا بزاف ديال البروموسيون. حاجه وحده نصيحه اللي كنعطي للزبناء اللي كيشوفوا اللايف في هذه اللحظات، جيو عند اوان الشعيب باش تستافدوا من لي بروموسيون، جيو باش تستافدوا من هذا السولد الزوين والخيالي جدا وحصريا عند اواني شعيب. مرحبا بكم،
بغينا جميع الزبناء ديالنا اللي كيشوفوا اللايف دابا عطيونا قلب هنا، بارتاجيو هذا اللايف بقلب، كلشي كليكي على قلب، قلب هنا، قلب قلب. وما تنساوش بارتاج اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي، كلشي عافاكم يبارطاجي هذا اللايف، هذا بارطاجيو هذا اللايف، دعموا هذا اللايف، كلشي بارطاجي هذا اللايف، كلشي بارطاجي هاد لا بروموسيون اللي كنديروا. مرحبا بكم في جميع محلات اواني الشعيب، المحل ديالنا في البرنوصي، ركزوا معايا مزيان نعيد لكم المحل ديالنا، اواني شعيب البرنوصي، المحل ديالنا جا قريب جا مقابل مع الحيط اللوراني ديال اعدادية الطريق، اعدادية الطريق في البرنوصي، الظهر اللوراني ديالها حنا اونفاس معاه، او مقابلين مع الظهر اللوراني ديال النيابة اللي كاينة في البرنوصي، ملاصقين مع استوديو ياسين، استوديو ياسين معروف في البرنوصي، اواني شعيب البرنوصي ملاصقين مع استوديو ياسين، هذا البرنوصي. ندوزو للمدينة، اواني شعيب المدينة، كاين برنس، كاين كرة أرضية، كاين أوتيل حياة ريجينسي، كاين بنك المغرب، كاين جردة الحمام، حنا جينا وسط منهم. إلا وصلتوا لهاد البلايص هادو سولوا على أوتيل المامون، قيدوا عفاكم في ورقة وستيلو، أوتيل المامون حنا جينا أونفاس معاه، ولا سولوا على سينما لوتيسيا حنا جينا أونفاس معاه. ندوزو دابا للقريعة، الرومبو ديال مالي البونج، الرومبو ديال دولي دول في القريعة، إلا وصلتوا ليها سولوا غارديان ولا سولوا شي مول الحانوت، قولوا لي عافاكم اواني شعيب، غيقولوا لكم راه هو ملاصق مع قهوه لو بولفار ولا ملاصق مع مصرف المغرب. ندوزو دابا للحي المحمدي، القصاريه ديال الحي المحمدي، كتخليوه على اليسار ديالكم وكتبعوا السكه ديال التراموي، بحال غادي طالعين لشارع الحزام الكبير، ديك الطلعه حنا جينا في ديك الكوديه مقابلين مع جامع بالقاضي او جامع الكودية او صالون زينب القديم. وبالنسبة للمحمدية ركزوا معايا مزيان، اواني شعيب مدينة المحمدية، جينا في الجوطية، جوطية وحدة اللي كاينة في المحمدية، جوطية وحدة اللي كاينة في المحمدية، حنا جينا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشة. نعم اخويا لا اواني شعيب التوقيت ديالنا كنحلوا الاثنين الثلاث الاربعاء الخميس الجمعه السبت والحد، كنحلوا من 10 الصباح ل 9 ديال الليل، ونهار الجمعه كنسدوا سويعه من 1:30 ل 2:30 سويعه ديال الجمعه. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء اللي نخليكم في هذه اللحظات، عروض خياليه خطيره جدا. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، سمحوا لينا سهرناكم معنا، اواني الشعيب هادو هما المحلات ديالنا، البرنوصي، المحمديه، القريعه، المدينه، والحي المحمدي. الى دخلتوا لاباج ديالنا ديال الفيسبوك حاطين لكم هاد لا فيديو، كنعتو فيه المحلات ديالنا كاملين بالفيديو، دخلوا لاباج ديالنا في الفيسبوك راه حاطين لكم النعت ديال المحلات ديالنا كاملين. شكرا بزاف، ما تنساوش تبارطاجيو هذا اللايف، بغينا كلشي يبارطاجي هذا اللايف، وما تنساوش تعطيونا قلوبه في هذا اللايف. شكرا، بسلام عليكم، اللي يلاه دخل اللايف دابا يعاود يتفرج من الاول، وفي امان الله، ومرحبا بكم. جيو هذا الويكاند تستافدوا من لا بروموسيون، جيو هذا الويكاند تستافدوا من السولد، السلعه غتقدر تجيو لها نهار الاثنين تلقاو التقادات، لهذا غننصحكم انكم تجيو غدا الجمعه والسبت والحد لجميع محلات اواني شعيب. شكرا، مرحبا بكم، نتلاقاو معكم ان شاء الله في لايف اخر، وفي امان الله، مرحبا بكم، وكل شيء بارطاجي.